ليست هناك أقسى من الأسر. لقينا حالنا بحالة من نوع من التحدي مع كثافة شروط وظروف السجن القاسي اللي فرضت علينا إدارة السجون. أصعب إشي بيكون لما يسكروا علينا الأبواب ويطلعوا بيناتهم ويضربوها قدامك. أنا ما عنا شيء نخسر، أضل واحد فينا محكوم مؤبد واحد. أنا تركت أصغر واحد في الولاد كان عمره سنتين، لما أنا طلعت من السجن كان عمر ابنه 5 سنوات. قديش ممكن الواحد منا يوميا يمكن يمشي على ترابه وما يكون شاعر قديش أهمية هذه الدعسة؟ هذه التفاصيل الصغيرة مجموعة أنت اللي محروم منها وكانت شيء تقليدي عندك، تنزل بقالب هذه الفكرة الفلسفية عن الحرية.